بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب منازل السائرين في باب الجمع، حيث قال: قوله وهو على ثلاث درجات: جمع علم، ثم جمع وجود، ثم جمع عين. فأما جمع العلم فهو تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفا، وأما جمع الوجود فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقا، وأما جمع العين فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقا. قال: علوم الشواهد هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر على المؤثر وبالمصنوع على الصانع، فالمصنوعات شواهد وأدلة وآثار، وعلوم الشواهد هي المستندة إلى الشواهد الحاصلة عنها. بل الذي يظهر أن علوم الشواهد عندهم كل العلوم ذات الأسباب الظاهرة، بما في ذلك العلوم الشرعية المستندة على الأدلة، الدليل هو الشاهد لصحة الأمر المعين. هو كما ذكرنا المعنى الصحيح في هذه العبارة أن علوم الشواهد، علوم الأدلة، سواء كانت في الأمور الكونية المشاهدة، وأنت تستدل بالمشاهدات على حقائق معينة تراها أدلة في الأمور الكونية المتعلقة بما يقع ويكون، تشمل كل العلوم الدنيوية المعاصرة، وكذا العلوم الشرعية هناك أدلة شرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس تدل على أحكام معينة العبد عليه أن يبذل جهده فيها. وأن المعنى الصحيح في تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني مش إلغاء علوم الشواهد، ولكن هو تجاوزها إلى أن شهد أن التوفيق في هذه العلوم هي محض منة من الله عز وجل، هو الذي جاد على عبده وعلمه هذه العلوم اللدنية التي هي من عند الله. وكما ذكرنا أن أعلى علم لدني هو علم الكتاب والسنة، وفهم يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما وفق لشيء شعر وأيقن أن هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى، حتى أن استدلالاته ونظره في الأدلة، سواء كانت العلوم اللدنية، العلوم الدنيوية، أو العلوم الدينية، هي كلها إلهام وتوفيق. والحقيقة والله هذا الكلام يعني لا شك فيه. نبص نلاقي البشرية في العلوم الدنيوية مثلا فضلت مدة طويلة جدا تنظر إلى شواهد معينة وما تفكرش في انها ايه معانيها دي. الجاذبيه مثلا بقى لهم قد ايه مثلا بيشوفوا الحاجات بتقع، وبعدين واحد طلعت في دماغه ان ايه، ان في الارض هي اللي بتجذب الايه الاشياء، وقعد يحسبها وطلع قانون الايه الجاذبيه، وطلع قانون مظبوط ويتحسب بقى حسابات دقيقه وكل حاجه تتحسب مظبوطه. الكهرباء، البشر قد ايه من الكهرباء دي طاقه موجوده مش كده، ولها شواهد مثلا في الرعد ونحو ذلك. المهم البشر عمرهم قعدوا مثلا يعني مئات القرون آلاف السنين ما يعرفوش الكهرباء ولا القوى الكهرومغناطيسية ولا الموجات الكهرومغناطيسية ولا حاجات بالمنظر ده، ومرة واحدة كده في 100 سنة اخترعوا كل الحاجات دي، كهرباء وبخار ومواد بترولية، وطول عمرهم بيشوفوا الزيت، حد عرف يطلع موتور. ربنا ألهم البشر كده مرة واحدة كل العلوم الدنيوية دي ونطت مرة واحدة كده،
العلوم الشرعية في ناس ممكن تقعد تدرس 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 في العلوم الشرعية ولا تؤتى فهما، وتلاقي غيرهم أوتي فهما من كتاب الله. كل ما تتفرع الحاجات كل ما تصعب، ممكن يكون العلم الأصلي هو إيه؟ علم الكتاب والسنة. فالإنسان بقى لما جمع العلم ده اللي قلنا شهود أن الأمر من عند الله سبحانه وتعالى جزما ويقينا في ده وفي ده، وإلهام من الله، توفيق من الله، وهذا معنى الجمع، علم جمع، أقصد جمع علم، إن العلم كله مصدره من عند الله، علم لدني. التعريف بقى علوم الشواهد هي المستمدة المستندة إلى الشواهد الحاصلة من المصنوعات، والعلم اللدني هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد ولا استدلال، ولهذا سمي لدنيا. قال الله تعالى وعلمناه من لدنا علما. إذا كان ده القصد من التعريف ده، الاصطلاح عندهم اصطلاح انه يقولوا علم بلا سبب، وأما ان ده المقصود بالآية الكريمة وبهذا النوع من العلم المذكور في القرآن هو العلم اللدني المذكور في القرآن وعلمناه ايه من لدنا علما. إذن في حاجة اسمها علم من لدن الله، صحيح كده؟ طب العلم اللدني ده هل بقى تعريفه الشرعي انه نقول آية تدل عليه ان هو ده العلم بلا سبب من العبد ولا استدلال؟ لا، ما نلمش كان ده لا دليل عليه بالمرة. الحقيقة ان في اسباب، وفي حاجات بقى انت بتاخد بالاسباب وتبص تلاقي ان النتائج اعلى بكتير جدا من الايه من الاسباب. يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، والاثنين مصدرهم من الله، والاثنين اللي هو اللي بسبب واللي من غير سبب، او اللي بسبب واللي نتائجه اضعاف وضعاف على السبب اللي انت خدته، ده من الله. واحد يقعد حفظ الآية حفظ الآية وقرأ تفسيرها وقرأ تفسيرها وبعد جاء يطلع 100 فائدة منها، هو ده اللي موجود. هو خد سبب يجيب واحد وجاله ايه 100، التسعة وتسعين دول والواحد كلهم من ايه من لدن الله سبحانه وتعالى. ولكن الاولاني ده بالشواهد والتاني ده مش اتلغت الشواهد، لا ده اتبنت عليها وتجاوزتها واتغمرت فيها في العلم اللدن في 99، بقت هي الاغلب، بقت هي توفيق وهدايه والهام. ما هو ربنا سبحانه وتعالى في هبات من البدايه تهيئه من الله زي الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ربنا سبحانه وتعالى بيهيئهم وهو في المهد زي سيدنا موسى كده. سيدنا موسى بيهيئ من امتى؟ وهو رعى على حاجة، وهو بيترمى في البحر، وهو بتحرم عليه المراضع، وهو بينشأ في بيت فرعون آمنا. كل ده اصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني، كان في أسباب حقيقي، هو الذي هيئه ووجدت منه أسباب ضاعفت الامر. والنبوة اصلا غير مكتسبة، النبوة غير مكتسبة، والعلم اللدني اهو في اسباب، بس العلم اللدني مش مكتسب من عند الله سبحانه وتعالى. مش مع ذلك ما بياخدوش بالاسباب، مش مع ذلك الانبياء ما بياخدوش بالاسباب، بس يعني ايه العلم اللدني؟ قلنا برضو مش العلم اللدني مش مكتسب، انه كله مش مكتسب، لا، منه ما هو غيره ايه مكتسب. وعشان كده ها لا، وبرضو في حق الاولياء والاولياء بيجي لهم علوم فهم يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتاب الله. وزي ما ضربنا مثل بالمره اللي فاتت وقلنا ان الواحد ممكن قدرته على تقييم المواقف، على معرفه المآلات، على تقييم الاشخاص. انت ممكن تقعد مع واحد سنين طويله وما تعرفش صفاته كويس، وتيجي بقى ساعه الجد تلاقي الصفات الايه وواحد تاني قعد معاه 10 دقائق زي صهر سيدنا موسى، قعد معاه ربع ساعه ولا نص ساعة، ظهرت منه، اكتشف عنده فراسة عظيمة. وكذلك المرأة المسلمة التي قالت له يا أبت استأجره إن خير ما استأجرت الخير من. فالعلم اللدني منه ما لا يعني ما له سبب من العبد وهو استدلال، ومنه ما ليس له سبب واستدلال. لكن ايه الصفة الأساسية في كلمة العلم اللدني؟ أنه من عند الله.
ولذلك بنقول أعظم علم من عند الله مقطوع بأنه لدني علم القرآن، ثم علم إيه؟ السنة. نحن متأكدين ده من الوحي المنزل من عند الله، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله زي ما عليه رضي الله عنه يقول، أو ده بقى إيه؟ الزيادة، الزيادة على ذلك، وهو من عند الله عز وجل مبني على الكتاب، بس طرق الاستنباط محدش يعني الإنسان نفسه أعجز عنها. قال: والله تعالى هو الذي علم العباد ما لا يعلمون، كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، ولكن هذا العلم أخص من غيره. يعني عايز يقول أن كل العلوم هي من عند الله، ولكن ده علم لدني أخص، لذلك أضافه الله سبحانه كبيته وناقته وبلده وعبده. بيت الله، ناقة الله، بلد الله الحرام، عبده عباد الرحمن ونحو ذلك. فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني الحاصل بلا سبب ولا استدلال. هذا مضمون كلامه. ونحن نقول إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي، وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به وليس بعلم. نعم، قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد بحيث يصير المعلوم كالمشهود والغائب كالمعاين، وعلم اليقين كعين اليقين، فيكون الأمر شعورا أولا ثم تجويزا ثم ظنا ثم علما ثم معرفة ثم علم يقين ثم حق يقين ثم عين يقين. وأحيانا بيجعله أنه عين اليقين بعديه حق اليقين، وده الأكثر يعني حتى فسرت على ذلك. ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقها بحيث يصير الحكم لها دونها، فهذا حق. ده قلنا ما بيلغيش علم الشواهد. قال: وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح. بس بنقول درجة بقى التفهيم حتى يصل إلى الحقيقة الواضحة التي عليها الدليل، وربما لم يشهده قبل ذلك، لم يشهد الحقيقة دي المبنية على الدليل ده، التفهيم من الله عز وجل، ففهمناها سليمان. قال: وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح، فإن الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابها كما ربط الكائنات بأسبابها، ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه. الكلام ده المقصود به إغلاق باب ادعاء العلم بلا دليل، وإن كل إنسان مطالب بأن يأتي بدليل، ولكن إننا ننكر إن في علم يحصل لبشر بدون استدلال، يعني أو بدون سبب من الاستدلال، توفيق يلهمه العبد، هذا يعني يصعب إنكاره والله أعلم. يقول: وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين، وده أمر لا نزاع فيه إنه لابد من الاستدلال، وإن أي واحد ما يلزموش ادعاء واحد بيقوله أصلا ده علم لدني أو ده إلهام أو ده كشف لما يقبل، ليس له إلزام غيره بذلك، ولكن إذا وقع في قلبه شيء من هذا الأمر فربما كان إيه؟ كان صحيح ذا إلهاما، إنه كان من من كان قبلكم إيه؟ محدثون، وإن كان في أمتي أحد منهما. يقول: وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله، ودلت أممهم على ذلك، وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءه هو من عند الله، المعجزات الباهرة، وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم، فالأدلة والشواهد التي كانت لهم ومعهم أعظم الشواهد والأدلة، والله تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليهم، بما أقام عليه من الشواهد، أقام على صدقهم من الأدلة، فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليها، وحكم لا برهان عند قائله، وما كان كذلك لم يكن علما،
فضلا عن أن يكون لدنيا. فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله، وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان، منه بدأ وإليه يعود. وقد انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره من ابن القيم لغاية زمن ملك لا من قبل كده كمان، انبثق بقول سد العلم اللدني اتهد والدنيا ايه فتحت هيصة ورخص سعره، حتى ادعت كل طائفة ان علمها لدني. كل واحد يقول لك انت ايه العلم ده ولا ده علم ايه لدني. ها وجود بعض الناس تدعي ان دي فتوحات ربانيه وكشوفات ويقول اي كلام ويخرف، يعني مثلا في تفسير ايه ب 100 صفحه ويقول ان دي فتوحات بس ربانية. المهم انها تكون، لو هو ممكن يجيب 100 صفحه ويكون علم لدني فعلا، بس يكون مستنبط من الكتاب والسنه، يكون فعلا فهم وتيه الله وتيه العبد. لا ما يدروش، لان ده البدايه. البدايه ان هو يعني تفسير كتاب بالكتاب، وتفسير كتاب بالسنه، تفسير كتاب باقوال الصحابه واقوال التابعين. وبعدين في بقى حاجه زياده، في بلا شك تدبر بيعطي، بس خد الاول ده القاعده والاساس اللي ممكن تاتيك ما يفتح الله عليك من خير ورحمه. يعني استاذ في آية في الكتاب، طب يعني حاولوا تفهموا اللي احنا عايزين نقوله علشان يعني ايه يستأنس بيه؟ يعني مش هو علم حقيقي جدا، لا مش يستأنس بيه، ده هو أدلة بس توفيق من ربنا في الفهم. واخد بالك؟ انت شوف الإمام الشافعي رحمه الله بيجيب لك من آية، واخد بالك؟ أنواع الخلاف السائغ وغير السائغ ودليل كل واحد منهم في ايه؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. ماشي كده؟ تيجي تدور انت تدوخ الناس تدوخوا الفرق بين ايه؟ الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ ايه؟ تعرفهم في الآية دي ازاي؟ تعالى دور فيها تتأملها كده، والله 50,000 واحد وفي التفسيرات كلها مكتوب، مش مكتوب الكلام ده، وتلاقي الإمام الشافعي وسط كلمتين مصاب جدا، واخد بالك؟ إن ما يخالف البينات هو ده الإيه؟ خلاف غير السائغ، وما لا يخالف البينات مفهوم المخالفة؟ ها؟ هو الخلاف الايه؟ السائغ. طب ايه البينات؟ نجيبها من القران برضه، مش كده؟ هيجيب ايات من القران تبين الايات البينات المحكمات، قلنا ام الكتاب واخرى متشابهات، يبقى الايات المحكمات، وبعدين السنه لان السنه بينه، وننزل قال عز وجل وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، والاجماع ده من بينات، وهكذا. فايه الميزان من البينات؟ نقول عشان كده تلاقي التعريفات اللي جابوها بعد كده مش منضبطه، والتعريفات اللي الامام الشافعي رحمه الله مثلا جابها، وده فهم وتيهو في كتاب الله. هو الائمه الاربعه دول جابوا العلم ده منين؟ ما هو اللي قبليهم كان عندهم علم قطعا، ولكن هم استنبطوا من العلوم من الكتاب والسنه بتوفيق الله، هو ده علم لدني حقيقي. فما تستغربش ان الايه يطلع منها فوائد انت مش عارف تجيبها، ولا المفسرين قالوها، لكن يعرف اللي قالوه المفسرين ويبني عليه انواع من الاستدلالات الصحيحه. ماشي كده؟ وهي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمش تقوليش يستأنس بيه. الكلمه دي هي اللي غلط. يستأنس بيه ده معناه انت نقصت منه جدا. لا، هو في علم لدني. علي بن ابي طالب رضي الله عنه بينص عليه الحديث الذي رواه البخاري. بيقول الا قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير كتاب الله عز وجل، هو في هذه الصحيفه. واللي هي فيها العقل ولا يقتل مؤمن وكافر ونحن. قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، في كتاب الله. الله، طب ما ده مين اللي ينكره ده؟ والفهم ده يطلع أنواع من الأدلة، تقعد تتدبر كده في آية واحدة، والمقارنة بينها وبين آية تانية، تطلع أنواع من العلوم الحقيقية. هي دي جت بالاستدلال؟ لا، ده جت بالتوفيق. الاستدلال ده اللي أسس عشان ما تخرجش عن إطار. واخد بالك؟ لكن بالتدبر وصلت داخل الاطار ده لانواع من العلوم عاليه جدا، ما خرجتش عن الاطار بس بنيت فوق جدا، عملت ناطحات سحاب. والتاني بيحط طوبه واحده، واحد بيحط طوبه، واحد بيبني بيت دور، واحد بيبني دورين، وانت حط في الاطار اللي هو الصحيح، مش الشطحات بقى اللي تخليك تطلع في الصحراء تموت فيها.
اللي بيقولوه بقى بتوع الفتوحات المكية مثلا بتاع لا بتاع ابن عربي كتاب الفتوحات المكية بتاع ابن عربي علوم مش علوم كلام فلسفي ما لا دخل له بالآيات ويحط الآية من فوق وهو بيتكلم كلام تاني خالص طلع في الصحراء مات ماشي كده ده طلع في الصحراء عطش وجاع الصحراء البعيدة اللي هي بعد عن الإطار الصحيح لكتاب الله عز وجل التفسير الصحيح له انت دلوقتي وصلت لفوق جامد جدا بالتدبر وبالفهم الكلام ده احسن انت تجد واحد زي الامام ابن جرير رحمه الله بيجيب خلاصة في الاخر والخلاصة دي بناها على ايه على علم كبير جدا عندك كم مجلدات كده من علوم السابقين بس هو برضه في الاخر بيرجح بترجيحات مبنية على 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 توفيق الامام البخاري في علم الحديث ما هو في سبقه اناس بس اشمعنى الكتاب ده هو اللي خد الفضل العظيم جدا لما يبقى بعد كتاب الله على وجه الارض ليه اشمعنى هو اللي صح هو اول واحد صح اول واحد ضعف طبعا واجتهاده ده كان فيه توفيق من ربنا وكان الهام من ربنا بحيث انه وفقه لايه لان عرف السنه وبلا شك اصبح في حاجات كتيرة جدا يحس بيها وان يحس ان الحديث ده فيه علة خفية ويقعد يدور عليها وغفل يجيبها اللي ألقى في قلبه ذلك ايه توفيق من الله عز وجل حقائق الايمان المستفادة من النصوص ابن القيم رحمه الله بيتكلم على ايات كتيرة جدا كلام مش هتلاقيه في كلام حد تاني في التفسير ووسط الكتب وغبالك وفي ضرب الامثلة القرآنية تقراها في كتب التفسير خلاص ما تقوليش بقى يستأنس بيه الكلمه بتاعتك دي حاولوا تفهموا ان احنا عايزين نوصل طبعا بلا شك بس مبني على ايه يعني العلم اللدني ده هبه من الله والهام بس ايه في حدود الادله والشواهد مش خارج عنها بس هو بنى عليها وطلع يقول وقد انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره حتى ادعت كل طائفة أن علمها لدني وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك وباب الأسماء والصفات بما يسنح له ويلقيه شيطانه في قلبه يزعم أنه علم لدني فملاحدة الاتحادية وزنادقة المنتسبين إلى السلوك سلوك أحوال القلوب وسلوك القلب يقولون إن علمهم لدني فقد صنف في العلم اللدني متهوك المتكلمين هم انت بتكلموا فلاسفه وزنادقه المتصوفين انت اقعد اقرا في المثنوي المعنوي تعرف حقيقه من اين من لدن مين جه العلم بتاع اسمه ايه ده جلال الدين الرومي تقرا في فصوص الحكم بتاع ابن عربي وابن الفارض في نظم السلوك في التائيه تعرف انه من لدن الشيطان لدني بس من لدن الشيطان ولدن النفوس الأمارة بالسوء وقد صنف في العلم اللدني متهوك المتكلمين وزنادقة المتصوفين وجهلة المتفلسفين وكل يزعم أن علمه لدني وصدقوا وكذبوا فإن اللدني منسوب إلى لدن بمعنى عند فكأنهم قالوا العلم والعندي من عند حد ولكن الشأن في من هذا العلم من عنده ومن لدنه وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده كما قال تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اللي الناس ما تعرفش بالنسبة لهم الموضوع ده عبارة عن ايه بقول كده صندوق اسود متقفل كل حتة يقول لك دخل ايدك فيه وطلع اي حاجه بقى طلعت ممكن عقرب ممكن جوهره لا هو مش كده قطعا ويقينا عند اهل العلم الموضوع ده زي ايه صندوق زجاجي صافي وبيشايفين كل حاجه فيه وبيدخل ايده ويطلع حاجه اللي هو ايه اللي هو عايزها بالظبط زي موضوع مثلا المصالح والمفاسد والمآلات نسال الله عز وجل التوفيق والهدايه الامور دي من علم لدني عند الناس انت اللي يعجبك تقول عليه مصلحه اللي ما يعجبوش تقول عليه مفسده وهو مش كده الامر ده عند اهل العلم
الأمور واضحة في الحقيقة، ولكن مش كل الناس بيتضح لها الأمر ده. الشأن في من هذا العلم من عنده ومن لدنه، وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده، كما قال تعالى: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هو في حد بيعرف في القرآن؟ هقول لكم اللي بيفسر القرآن وعلى غير وجهه له نصيب من هذا الأمر، والذي ينسب إلى الشريعة ما ليس منها له نصيب من إيه؟ من هذا الأمر. ما هو الكلام ده؟ لأنه وإن لم يكتبه نصا إلا أنه ادعى أن هذا معناه، وقال أن هو ده معناه، وهذا من إلقاء الشيطان في نفوس أهل الباطل. قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني إيه في تمنى؟ يعني إيه قرأ. إذا تمنى بمعنى إذا إيه؟ إذا قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته. ألقى فين؟ ألقى في أذهان أو قلوب، يعني أو في أسماع الكفار المفتونة قلوبهم. ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إيه بقى الكلام؟ ممكن توصل في من قسوة القلب جدا والظلم الشديد إن الشيطان يقلد صوت يجعله في أسماع الكافرين والظالمين والقاسية قلوبهم يتصوروا إن هو قال كده وهو ما قالش أصلا، والعياذ بالله. وممكن تكون درجة أقل في الخداع، إنه يوهمهم إن هو إيه؟ وافقهم على باطلهم، ويتوهمون أنواع كل البدع جاية من هنا بقى. يسمعوا الآيات يفهموا منها إيه؟ خلاف ما تدل عليه، ويظنون أنه لهم وهو إيه؟ عليهم. وده من إلقاء الشيطان في نفوسهم. ولذلك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله نصيب، لهم نصيب في هذا الباب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أقول أهل البدع لهم نصيب من الآية دي. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فكل من قال هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في القرآن كثير: يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا رتب سبحانه المحرمات 4 مرات وجعل أشدها القول عليه بلا علم، فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال، بل هي محرمة في كل ملة وعلى لسان كل رسول. فالقائل إن هذا العلم لدني لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده كاذب مفتر على الله، وهو من أظلم الظالمين وأكذب الكاذبين. لكن هل ده ينفي العلم اللدني المبني على الكتاب والسنة؟ لا، بل قلنا الكتاب والسنة هما علم لدني، لكن المبني على فهم وتدبر الكتاب والسنة. التلاشي اللي قال عليه الهروي بالنسبة إلى العلم اللدني، تلاشي علوم الشواهد بتصغر جامد جدا لدرجة أنها تصبح كأنها مش موجودة، أو في الحقيقة هي قطعا موجودة، ده بيتبنى عليها العلم اللدني، ولكن من كثرة العلم اللدني وشهود العبد أن هذا العلم علم الشواهد أصلا هو منة من الله وهبة منه، جعلت العلم كله علم لدني. الفهم وأصل الفهم، الأدلة ونتائج الاستدلال منها، الأدلة والفهم الذي أوتيه العبد في كتاب الله. قال: وأما جمع الوجود
احنا قلنا جمع الوجود يعني ايه؟ العبد ده وجد الله. يعني ايه وجد الله؟ وجد قربه، وجد حبه، وجد يعني لذة عبادته. هو وصل، ووصل الى يعني اقرب ما يمكن. شعوره انه كان ماشي وكان سالك الى الله بيضمحل في حين وجد الله وشهد ان ربنا اللي وفقه لهذا اضعاف اضعاف شعوره بان انا سلكت وان انا عملت، لغايه ما يزول الشعور ان هو عمل، مش ان هو مش حاسس انه عمل، لا هو عارف انه عمل بس مش شايف نفسه اي درجه من درجات الفضل فيه، شايفه هو نفسه مجرد منه، ان ربنا هيئه من البدايه وصرف قلبه اليه وميزه عن غيره عشان يسلك الطريق اليه. وهو في كل ده اصل الواحد لو ما خدش باله من الموضوع ده يقول ده انا اللي ما فيش زي، وانا اللي وصلت اللي محدش وصل له، وانا القمه. وهو في الحقيقه ايه؟ راح في داهيه. هو ده ابليس اللي هو ظن نفسه من العالين فاهبط وصار من الملعونين، مش كده؟ لكن هو فاللي وصل للنهايه لاعلى ما يمكن حتى وجد الله، وجد قربه وحبه ولذه عبادته، تلاشى ما بذله في الاتصال لأنه وجد الله. ولما وجده وشهد الجمع بقى قال آه ده كل اللي حصل ده مني، ده هو اجتباء من الله، وأنا ما كانش ليا في الموضوع حاجة. من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا فسماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان؟ هو أنت كان في التاريخ البعيد ده كان في فرق في عملك وكسبك بينك وبين الهندوسي النهارده؟ كان ممكن يحصل العكس، مش كده؟ واليهودي والنصراني والملحد والزنديق والعلماني والمهبب بستين نيلة، ما انتوا كنتوا في ذلك العهد البعيد كلكم ايه؟ كلنا كنا غيب. فاشفع فاضرع الى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم ان يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها حتى أوصلك إلى غايتك المحمودة. يبقى أنت مش أنت صاحب الاتصال والسلوك والسير، أنت لما وصلت وجدت الحقيقة، حقيقة الجمع، إن كل ده كانت إرادة ربنا ليك واجتباء ليك. المعنى بقى اللي هم بيدندنوا عليه بقى اللي هم اهل البدع في الموضوع ده اللي هو الفناء عن الشعور، ان انا مش حاسس ان انا موجود اصلا ومش حاسس ان انا افعل شيء اصلا، وزي ما قلنا ده مش مطلوب اصلا، مش كده؟ المطلوب ان انت تبقى بتعبد ربنا بس شايف ان هذا ايه؟ محض عونه. تحقق اياك نعبد وحاسس بيها، وتحقق ايه؟ إياك نستعين، اللهم أنت أعنتني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال تلاشي نهاية الاتصال هو فناء العبد في الشهود، ونهاية الاتصال هو ما ذكره في الدرجة الثالثة من باب الاتصال، أنه لا يدرك منه نعت ولا مقدار إلا اسم معار ولمح إليه مشار. فحقيقة الجمع في هذه الدرجة تلاشي ذلك في عين الوجود أي في حقيقته، ويريد بالوجود ما أشار إليه في الدرجة الثانية من باب الوجود، وهو قوله وجود الحق وجود عين منقطعا عن مساغ الإشارة، فتضمحل نهاية الاتصال في هذا الوجود محقا أي ذوبانا وفناء. كالكعك ماشي. احنا قلنا المعنى المطلوب في هذا الباب هو في الاتصال ده، اظن مضى قبل ذلك وسبق شرحه.
لكن الخلاصة اللي احنا قلناها المعنى الصحيح فيها ما ذكرناه والله أعلم. وأما جمع العين فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقا. تقله الإشارة أي تحمله وتقوم به. والإشارة تارة تكون باليد والرأس فتكون إيماء، وتارة تكون بالعين فتكون رمزا، وتارة تكون باللفظ فيسمى تعريضا، وتارة تكون بالذهن والعقل، فتضمحل كل هذه الأنواع وتبطل عند شهود العين في حضرة الجمع وظهور جلال الذات المقدسة، والذات هي الحاملة للصفات والأفعال. فعرفت من هذا أنه في الدرجة الأولى يغيب عن جميع العلوم المتعلقة بالأدلة والشواهد بالعلم اللدني، وفي الدرجة الثانية يغيب عن اتصاله وشهود اتصاله بالوجود، فإن الوجود فوق الاتصال كما تقدم. وهذا كما يغيب الواجد الذي قد ظفر بموجوده عن شهود وصوله إليه واتصاله به. ساعة ما لقاه نسي كل اللي كان عمله قبل كده، فتفنيه عين وجوده عن شهود نفسه وصفاتها. زي ما قلنا مش المقصود غيابه عن وجود نفسه، ولكن غيابه عن شهود فضل نفسه ودورها. وفي الدرجة الثالثة يضمحل كل ما تحمله الإشارة إلى ذات أو إلى صفة أو حال أو مقام في ذات الحق سبحانه، فلا يبقى هناك ما يشار إليه سواه. يبقى خلاص القلب ده انتفت كل التعلقات اللي ممكن تشير إلى عظمة أو فضل أو غنى أو صفة كمال لأي مخلوق بالنسبة إلى صفة الله. بل كما قال الخضر عليه السلام رحمه الله رضي الله عنه: وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذت العصفور من هذا البحر. يبقى علم العباد جميعا إلى علم الله جهل، ويعني عزهم إلى عز الله عز وجل ذل، وحكمتهم إلى حكمة الله عز وجل جهل أيضا، أو يعني ونحو ذلك. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.